بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله. بإن شاء الله تعالى متن قابن ولقم قعابه متن الأصول الثلاثة، صدح الأصل وتوحيد. نعم، قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. انت ان اوغرين كتابك ان شرحي ساوغرين وحان اسويديننا سؤال الشنقه. السؤال الاول، لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ سؤال شكوبات هدي احنا يرادو محان توحيدك وبرنينا. لماذا لا ندرس مثلا اللغه العربيه، ندرس الفقه مثلا؟ محان نوبرنين اللغه العربيه اما فقه محان نوبرنين. لان التوحيد هو حق الله على العبيد. لان توحيدك هو حق الهي وكله اضومه. خلقنا لنوحد الله. وحن الله أبوري إن إلهي وكليلنا. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. إلهي ما أقبله عمل، ما أقبله إلا توحيد، إن التوحيد موجود. لا يدخل الجنة إلا موحد. شنذنا ما قرأ إلا قف موحدة ماهن. تكثير الحسنات، تكفير السيئات. حسناتك أو لبديه أيه كسرن توحيدك، أيه سيئاتك أو ليريه. نعم، ثم قد يسألك سائل. حلقة بين قفك الكويدي. هل أنت موحد؟ متى هيقف موحدة متى؟ تقول نعم أنا موحد. حال هذا نعم أنا موحد معناه. يقول لك ما هو التوحيد؟ حكولي محوية التوحيد محالي لنا. إذا كنت لا تعرف التوحيد هذا الكلام الذي ذكرت كذب وزور. هدي هذا التوحيد وحوية هذا أقول موحد معناه وحنا قن يساب بين تنبي بين قن يساب. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ حال جاي بقف كل إنه كويديوك ويرى هذا مشرك مياته. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. حل هذا أعوذ بالله أنا مشرك ماهي. يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك والذي تتبرأ منه؟ وحد كل هذا المحوية الشرح شرك قاس أتكبر إنه غنيسي وأد إلهي كم جنجليسي محوية. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري. هدي هذا الشرك جوح وياه سن أقوان وحلا جيابا هنا الشرك يكون على أذن قرني. إذا أوجب الواجبات وأول الواجبات هو تعلم التوحيد. إذا واجبك وهرية وقفك مسلم كسران وحوية إنه برتو توعيدك وحوية إنه برتو. نعم، وكذلك نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه والله أعلم. سيدوك لا وحوية واجبك النسارة إنه برنو الشرك وحوية هاي والله أعلم.